السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على قناة الفرنسي مع كزاك، ونتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وندوز للجزء الثاني اللي كنا اتفقنا عليه ديال لا فامي. ولا فامي قلنا بأنه بديناها بشكل اللي هو طبيعي وعادي اللي كنكونوا كنعيشوه في الدار ديالنا، ثم لا كنتكلموا على واحد الأسرة اللي غادي تبدأ مثلا كتمتد. إلى بغينا نقولوا مثلا قلنا لو بيغ ولا لا ميغ مثلا عندهم ولادهم، داكوغ، يعني سيت اون في كونجيكال اللي عطاتنا دي زونفون، وهذوك لي زونفون مثلا يقدروا يديروا اسره ديالتهم حتى هما، ولما كتولي اسره دونك هاد الاسره كتكبر. لكن باقيين دائما باقيين حنا غير في الاسره الاولى اللي تكلمنا عليها، ودابا غنرجعوا لي غرون بارون. دونك دابا غادي نتكلموا على لا فامي كجزء ثاني كما قلنا المره اللي فاتت، داكوغ. اذا عندي لا فامي كجزء ثاني، دونك نيميرو 2، داكوغ. سي با لا دوزيام، سي با لا دوزيام فامي، مي سي لا دوزيام بارتي سي فو فولي دير. اذا الجزء الثاني، وقبل نعاود نذكركم بانني تنتمنى ان الناس اللي يشوفونا بو لا بروميير فوا انهم يزيدوا يشتركوا في القناه ديالنا ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكل جديد، وهذا فضلا وليس امرا، يعني جيست واحد الكليك غادي ديرها، غادي ديرها على تفعيل الجرس، ثم كدير ديك ابوني وعطينا لي جيم ديالكم، اي ميرسي اونكور. الوغ اون باس. دونك جي بارلي سور لا فامي، غادي نشوفو لما تنتكلمو على جدي او جد جدي ولا الجدور ديالي او السلف ديالنا الى ما نسميو. دونك تنبداو هنا، غادي نكتب الكلمه وهنا غادي نشرحها كيف العاده، داكوغ. اذا غادي دير في الكاي ديالك، يعني غادي تكتب المسائل كي تنكتبها انا في هاد لابارتي، وهنا كنديرو ليكسبليكاسيون. اذا غادي نهضرو على مي زونسيتخ، داكوغ. مي زونسيتخ، شنو هما هاد مي زونسيتخ؟ هما الاسلاف ديالي. دونك فاش نتكلم على جدود جدي وكذا، احيانا تنكونو تنحكيو في هادشي باسكو تتكون شي قصة ولا شي حاجة بقات واحد الموروث ولا شي صورة، داكوغ، عائلية كانت بقات قديمة، أو شي مخطوط من المخطوطات ولا حاجة من هاد القبيل. دونك أو كنتكلمو حتى في لا بروديكسيون إكخيت ديالنا، لما كنكونو تنديرو داك الإنتاج الكتابي مثلا بالنسبة من الكاتريام سانكيام سيزيام باك وما فوق، فكنهضرو على لي زونسيتخ، داكوغ، لي زونسيتخ ديال كل بلد عندهم الأسلاف ديالهم والأجداد ديالهم. اذا تنقول مي، نذكر بهم ثاني عاوتاني كنقولوا. اذا عندي مون، داكوغ، طون، سون، ما، تا، سا، نوتر، فوتر، لور، داكوغ، وعندي نو، فو، وعندي مع لور. إذا عندنا ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة وفي ثلاثة الآخرين اللي هما ألماني. إذا هادو واش كنعملو بهم؟ هو بحال دابا هنا داك البلوغيال قلت ميزون سيت، هما أسلافي وأجدادي وأجداد أجدادي إلا بغينا نقولو، دونك الأسلاف ديالي. دونك من بعد كيجيو عندي جدود جدودي إلا بغينا نقولو، مثلا جد جدي ولا باسكو توجور هي إين سواغ أغكونتي، كنكونو كنتكلمو على واحد ليستواغ تنحكيو فيها شي حاجة، ثم تنتكلمو على هاد الناس اللي هما مثلا سبقوا ناس، وهذا تلقى واحد الصوره قديمه عند الوالد ديالك تيقول لك هذا راه جدي، داكوغ، دونك باك ندا تيقول لك راه جدو هذا. اذا تنقولوا مي زاغيير، داكوغ. هنا غادي نجيو هنا مي اغيير، داكوغ، مي زاغيير غران باس ودير تيري ودير بارون، داكوغ. لا هاد التيري راه اوبليغاتوار. اذا مي زاغيير غران بارون، هادو هما بحال كنقول جدود جد جدي، داكوغ. هما هادو تيكون عندنا فيهم مثلا بعض المرات تنتكلمو واش ديال مي ولا ديال با، جدي من با جدي من مي، كيفاش كنقولها بالفرنسية حتى هي. اذا غادي نشرحو بعدا هاد الفكرة ديال مي زاغيير غران بارون كيفاش كنقولو. بالنسبة في الاول تنقول مون اغيير ولا لاغيير، داكوغ، l'arrière grand، d'accord، l'arrière grand père. هاد l'arrière grand père اش كنعمل فيه؟
هنا كيولي تختلف ليا. الا كان مثلا ديال ما مير هنا غنديرو مير وهنا غادي نديرو بير. اذا مون بير ما مير اش ندير؟ باترنيل باترنيل داكوغ باترنيل باترنيل. و الا كان ديال با هي تندير با باترنيل ولا تيكون ما ترنيل داكوغ ديال مي. اذا هذا مون غران بير مون اغيير غران بير جد جدي ديال با ولا ديال مي داكوغ. اذا مون اغيير غران بير paternel, mon arrière-grand-père maternel. La même chose pour la grand-mère aussi, je fais l'arrière, d'accord? Grand-mère. D'accord? Mère. Et dans ce qu'on a dit, il y a l'arrière-grand-mère paternel, l'arrière-grand-mère maternel. Et هادي جدة من با ولا من مي داكوغ. اذا هادي هي الطريقه اللي كنستعملو باش نتكلمو على الا كان ديال مي ولا ديال با. اذا لاغيير غران بير وهو جد جدي مثلا, وعندي لاغيير غران مير وهي جد جدة جدة اكسيتيرا جدة جدتي ولا كل كي تيقول لها كيفاش بغا. دونك هادي لا بروميير partie de l'arrière. Je parle sur l'arrière, je signe là sur l'arrière, d'accord. Et donc je prends un esclave d'Yana ou de l'arrière grand parent, d'accord, la petite goulou, la petite goulou, les l'arrière grand père ou l'arrière grand mère. Les can hette là, il y a wesh paternel ou la maternelle. Bah, je ne ferai pas de il y a pas les quatre de l'IA père ou la ma les quatre ma mère. Voilà. ودابا غادي ندوزو بعد ما مشينا لاغيير مشينا ميزون سيتر ودرنا لاغيير غران بير داكوغ ولا لاغيير غران داكوغ غران بارون لاغيير غران بارون. اش كنعمل اليوم باترنيل ولا ماترنيل؟ غادي نجي دابا غادي نستعمل اللي تحت منهم هما وهما لو غران بير اللي كنا تكلمنا عليه في الحلقه اللي داز لو غران داكوغ بير لو غران بير. هنا تنعاود ندير مون غران بير اوسي مون غران بير. اش تيكون مون غران بير؟ داكوغ لو غران بير هو الجد وهنا جدي. اذا اش كنعمل هنايا؟ كنعطي بانه باترنيل داكوغ ولا تيكون عندي اللي هو هنا ماسكولان ولا تيكون عندي ماتيرنيل. فوالا ماتيرنيل اللي كيعطيني فيمينا بيان سور ديالي لو فيمينا. اذا هادي فيمينا وهادي ماسكولا. اذا تنقول لو غران بير داكوغ ولا مون غران بير باترنيل ولا مون غران بير ماتيرنيل. اذا فاش كنبقى فيمينا تنقول يعني بات بات امي ولا بات با. اذا paternel c'est père ou maternel c'est mère, d'accord. Il y a le grand-père, la grand-mère. Adim chou, nous dit le hnaya, le libre, achnou qui a connu un outani hnaya, ou a-t-il connu un dit, qui va chkan se me, ana matanan, ana matanan, je dis, bit n'goul, je dis, achkan goul, il y a une quatrième, le kalma chouya, t'y goul, je dati, ou t'y goul, basidi, ou la chéhaja, comme l'arbia, donc achkan goul. Il y a qu'un dit le grand-père, le grand, d'accord, le grand-père qui s'appelle papi. Et dans ce moment-là, Basidi, Baba Jdi ou la chose comme d'accord, ou la Jdi et papi. Ou là quand la grand, d'accord, la grand-mère, لا غران مير غادي نعاود نرجع هنايا قبل ما نكمل هادي. قلنا لو غران بير كنقول ليه بابي. دائما تنخليو راه باترنيل و ماترنيل, جدي ديال جدي ديال با ولا جدي ديال مي, فبجوج بيهم تنقول لهم بابي.
Ou la même chose pour la mère aussi, la grand-mère, pardon, la grand-mère, rataillette, on a dit, mamie, d'accord, mamie, يجدتي ولا ولا ما نعرفش انايا ليسونسييل سي مامي. اذا تنقولها مامي با ماما، سي مامي، مامي يجدة، داكوغ، بابي وجدي. اذا باترنيل ماترنيل اوسي. دابا لقينا الجداوات والجدود معناتها غادي يكون عندهم ولاد ولادهم اللي هما الحفايد ديالهم، كيفاش كيقولوا هما على ولاد ولادهم، وكيفاش الولاد قلنا راه تيقولوا مثلا بابي ولا مامي، داكوغ، تيقولها لجدهم. لكن هادوك الجدود كيفاش يقول ولد ولدي ولا تتقول هي ولد ولدي ولا ولد بنتي ولا. اذا هنا تنقولوا هادوك لي زونفون، داكوغ، لي زونفون كنسميهم هما الاطفال، لي زونفون دو زونفون دي زونفون باردون لي زونفون دو غران بارون يعني ديال الجدود ديالهم، داكوغ. اذا هادوك الاطفال ديال ولادهم لي زونفون دي زونفون دو غران بارون، ان هنا اوتوماتيكمون شكون هما لي غران بارون؟ هما لي بارون ديال هادو، وهادو هما لي بارون ديال هادو. لاحظوا شنو عندي، هذا سون لي بارون، هادو هما الاباء لي بارون، هادو تيتسماو لي بارون ديال هادو، وهادو تيتسماو لي بارون ديال هادو شكون هما هادو؟ لي زونفون. اذا هذا هو اللي تيقول جدي. اذا هذا لونفون، داكو، هذا لو بير باغ اكزومبل، وهذا لو غران بير. اذا عندي لونفون ولا لا في، لو غارسون ولا لا في، لو بير ديالو، وهذا لو بير ديال هذا، داكو. اذا هادو لي غران بارون، هادو الجدود ديال هادو، وهادو هما الاباء ديال هادو. اش كيعطيوني هنا؟ هذاك الجد كيفاش غيتكلم على هذا؟ اذا غادي نجيو للجد كيفاش غادي يتكلم على ولد ولدو. اذا غادي يقول لي ولد ولدي او بنت ولدي، اش كيسميهم؟ تيسميهم اذا لي بوتي، داكوغ، لي بوتي زونفون، لي بوتي زونفون يعني ولادي الصغار، الى بغينا نسميهم، عنده ولادو الكبار. اذا هذا تيقول لك هادو هما ولادي الكبار، وهادو هما ولادي الصغار. اذا هما الحفايد ديالو، تنقولو الحفايد، حفيد، ولا مثلا هنا غنديرو لو بوتي، لو بوتي انفون، داكوغ، لو بوتي فيس، هو لو بوتي فيس، لو بوتي انفون هو لو بوتي فيس. هاد لو بوتي انفون كنعاود نقلبها تنقول فيس، اذا الولد، الولد الصغير، اذا لو بوتي، هذا تيتسمى لو فيس دو مون فيس. اذا تيتسمى لو بوتي فيس هو لو فيس دو مون فيس. اذا هذا تيقول لك هذا الولد راه هو ولد ولدي، داكوغ، ولا البنت. اذا غادي نديرو لا بوتيت aussi la petite، d'accord، tiré fille، la petite fille égale la fille de mon fils ou la de ma fille. يعني يسوى يكون ولد ولدي ولا يكون ولد بنتي، سي لا ميم شوز، d'accord. اذا لي بيتيز انفون كما قلنا هما لو بيتي فيس، الجد تيقول مون بوتي فيس، ولكن الولد تيقول بابي، داكوغ، بابي، والجد تيقول بوتي فيس، مون بوتي فيس، داكوغ، مون بوتي فيس ولا ما بوتيت في. إذا نرجعو قلنا هنا غادي نديرو مون، داكوغ، مون بوتي، نعاود نحيد لو، نحيد لا، مون بوتي فيس ولا ما بوتيت في، داكوغ. اذا هادو هما اللي عندنا
بالنسبة للأجداد، يعني العلاقة جينا من لي زونسيتر ديالنا، مشينا لاغيار غران بارون ومشينا لي غران بارون وحنا هابطين. إذا علاقة ما بين لي زونفون، عندنا علاقة ما بين لي زونفون ولي بير دي زونفون ولي بير لي بارون سي فو فولي ديغ لي بارون جينيرال لي بارون سي ديغ لا مير اي لو بير لي بارون دو عندي لي غران بارون عندهم لور بوتي leurs enfants pardon ou هذوك les enfants ديالهم عندهم حتى هما les enfants ديالهم. اذا ولات لي العمليه ثلاثيه، غادي نعاود نشرحها اوترومون. لما تنقولوا grand d'accord père، اذا هذا تيتسوى ليا الجد d'accord. شنو كيعطيني هذا؟ هنا غادي يكون عنده، هذا عنده 100 fils d'accord. Et donc, had le grand, après si vous voulez de grand père, hada jed, si vous voulez, هنا عنده الولد ديالو. الولد أو الولد ديالو تنقول فيه ولده. Et donc jed هنا si vous voulez ولد ولده. Et donc jed عنده الولد ديالو. وهاد le fils عنده توا ولده اللي هو انفون، لا هو ديال لونفون. اذا الجد عنده ولده وولده عنده ولده. اذا لو غران بير عنده 100 فيس و 100 فيس عنده 100 انفون ولا 100 فيس aussi. دونك هذا لونفون اش كيكون، اش كيقول بالنسبه ليه هذا ديكور تيقول mon petit fils. Et le grand-parent, le grand-père qui dit hadala mon petit fils. Ou le petit fils, d'accord? Le petit fils chigol. Papi. Voilà. Ou le petit fils aussi chigol. Chigol y a mon père. Et j'espère bien que vous allez bien comprendre, d'accord, inchallah. Le schéma li عملت دابا quoi هي il est très simple. راه الا بغيت ناخذها غناخذها في الالبوم ديالنا. مثلا تتهضر على جدك، اذا جدك انت كتقول ليه tout simplement، انت كتقول لجدك بابي وجدك تيقول لك mon petit fils d'accord. انت كتقولي لجدك بابي وهو تيقول لك ma petite fille d'accord ma petite fille. يعني علاش؟ لان عنده ولدو وعنده ولدو الصغير ولا عنده بنته الصغيره. اذا هذا هو العلاقه بين الجد والحفيد داكو. هذه هي الحلقه اللي بغيت نتكلم فيها كجزء ثاني على لا فامي. مازال عندنا فيها جزء الاجزاء ان شاء الله. نتمنى ان تكون شرحت شويه بالطريقه اللي ممكن انكم تقدروا تعملوها في الحياه اليوميه ديالكم باش تتكلموا على لا فامي ديالكم. كنتمنى تبقاو على خير، والى اللقاء ان شاء الله في لا فيديو المجيء.